سيترك الإضحية لوفاة أحد أقاربه وقادر على أن يضحي. هو لا يأثم يا حسين لأنك تعلم أن الأضحية مستحبة في الأصل، لكن هذا من التباؤس والتشاؤم، أن واحد يترك من أجل الله. لا أقول تشاؤم، من أجل مجاملات الفرغة والجهل أيضا، يترك عمل بر، يترك عمل بر يثاب عليه ويطعم به المساكين من أجل واحد مات. الأضحية ليست دليل فرحة، يعني أنك تفرح بها من أجل أنك تشمت في أحد. الأضحية نسك من الأنساك، أفرح بالعيد وبامتثال أمر ربي، فصل لربك وانحر. فهو تصرفه غير سديد، لكن أيضا فهم هو غلط، فهم المسائل غلط.